بورصة تركيا عاصمة الجمال والطبيعة الخلابة، سميت قديما هدية الله لجمالها وطبيعتها البكر. يطلق عليها أهلها بورصة الخضراء لكثرة المساحات الخضراء، الحدائق والمتنزهات. فإذا أردت التعرف على تركيا مناظر طبيعية فننصحك بزيارة مدينة بورصة. في هذا الفيديو سنأخذكم في جولة في تركيا بورصة، نتعرف فيها على أجمل 6 أماكن في بورصة. ثانياً، معلومات هامة عن تركيا بورصة ستحتاجها للتخطيط لرحلتك، مثل أفضل أوقات لزيارة بورصة، فنادق بورصة، المطاعم وغيرها. ثالثاً، مجموعة من النصائح الهامة قبل السفر. أولاً، أجمل 6 وجهات. بحيرة إزنيك تعتبر من أفضل أماكن السياحة في بورصة، فالبحيرة محمية طبيعية لاحتوائها على أندر أنواع الطيور والنباتات. كما تعد إزنيك من أهم المزارات السياحية لما تتمتع به من طبيعة خلابة وأنشطة بحرية ممتعة. يمكنك الجلوس في إحدى ضفاف البحيرة والاستمتاع بنسيمها العليل، فهي تجربة فريدة من نوعها. إذا أردت التعرف على تركيا طبيعة فهذه البحيرة أنسب مكان لك، ويمكنك أن تستمتع فيها بريف تركيا الباهر الجمال. لا تنسوا مشاهدة الفيديو الكامل عن تركيا، فيه أجمل الوجهات وأهم المعلومات، وستجدوه في البطاقة الظاهرة أعلى الشاشة. شلال كوريك ليدر. يعد الشلال واحداً من أجمل معالم بورصة تركيا سياحة، حيث يتدفق الشلال من ارتفاع 82 متراً وصولاً لبركة رائعة عند مصب الشلال، كما يحاط بالغابات الخضراء من كل مكان. منطقة الشلال تعتبر من المناطق السياحية المميزة، حيث يمكنك المشي في الطريق المؤدي للشلال ورؤية المساحات الخضراء الشاسعة على جانبيك في مظهر مبهر وجذاب، ما جعل البعض يطلق على تركيا جنة الأرض. عبر قناتنا ستجدون فيديو عن ترابزون لؤلؤة الشمال التركي، فيه أجمل الوجهات التي تستحق الزيارة. الرابط في الوصف ويظهر الآن على الشاشة. الشجرة التاريخية. عند السفر إلى بورصة سياحة لابد أن تضع زيارة الشجرة التاريخية في خطتك لترى حجمها الهائل، حيث يعود تاريخها إلى أكثر من 600 عام. حجمها العظيم وسيقانها الطويلة جعلها واحدة من أهم معالم تركيا سياحة. يوجد حول الشجرة العديد من المطاعم والمقاهي التي يمكنك الجلوس فيها وقضاء وقت ممتع، بالإضافة إلى المحال المتخصصة ببيع الهدايا التذكارية التي ستذكرك بجمال تركيا الأخاذ. عبر قناتنا ستجدون فيديو عن إسطنبول، فيه كل المعلومات التي يجب معرفتها قبل السفر. الرابط في الوصف ويظهر الآن على الشاشة. جبل أولوداغ، وهو أمتع الوجهات السياحية في بورصة. يمكنك ركوب تلفريك بورصة للوصول إلى الجبل، وتصل المسافة التي يقطعها تلفريك بورصة إلى 9 كيلومترات، تحلق خلالها فوق جبل أولوداغ، وستشاهد ما لم تره عينك من قبل، حيث ترى الثلوج تغطي سفوح الجبال في الشتاء، وفي الصيف يكتسي بأنواع كثيرة بالنباتات الرائعة. يمكنك القيام بالأنشطة السياحية العديدة كالتزلج على الجليد أو التخييم فوق الجبال والاستمتاع بقضاء وقت ممتع. ننتظر أن تكتبوا لنا في التعليقات ترشيحاتكم لوجهات تودون زيارتها لنقوم بعمل فيديوهات عنها. المسجد الأخضر هو واحد من أشهر مواقع التراث العالمي التي يجب زيارتها عند السياحة في تركيا. واحد من عدة أبنية تاريخية موجودة في شرق مدينة بورصة، ويضم المسجد أضرحة لعدة ملوك ومتحف قديم. يشتهر المسجد بعمارته المميزة المليئة بالنقوش والزخارف الرائعة، فيعد من أفضل المعالم الدينية في تركيا. لا تنسوا دعم الفيديو بالضغط على لايك. شاطئ مودانيا. تطل بورصة على بحر مرمرة،
وهناك الكثير من الشواطئ البديعة في بورصة. شاطئ مودانيا من أجمل شواطئ بورصة. المياه الزرقاء المتنوعة الألوان بدرجات مختلفة من الأزرق الفيروزي، مع شاطئ رملي مناسب للأطفال والكبار في بورصة، جعلوها من أجمل شواطئ تركيا على الإطلاق. كما يوجد مناطق بها شواطئ صخرية يقصدها الكثير من السياح لالتقاط الصور. عند السفر إلى تركيا لا تفوت زيارة هذا الشاطئ وقضاء عدة أيام، فلن تمل من جمال إطلالته. اكتبوا لنا في التعليقات الوجهات التي تودون أن نقوم بعمل فيديوهات عنها. ثانياً، معلومات عن تركيا بورصة. طقس تركيا بورصة وأفضل أوقات الزيارة. أنسب وقت للسفر إلى بورصة هو شهر مايو وأكتوبر ويونيو، حيث تعتدل درجات الحرارة لتتمكن من القيام برحلتك والتمتع بها. أما إذا كنت تخطط لزيارة بحر تركيا فننصحك بالذهاب في فصل الصيف، حيث يذهب معظم السياح في هذا الوقت للشواطئ للهروب من أشعة الشمس والاستباحة في مياه بورصة الدافئة. 2. فنادق بورصة تركيا. تبدأ أسعار الفنادق النجمة الواحدة من 15 دولار، أما فنادق بورصة تركيا الثلاثة نجوم فتبدأ من 60 دولار، أما فنادق بورصة الخمسة نجوم فتبدأ من 95 دولار. عبر موقعنا ستجدون الكثير من التفاصيل حول تحديثات أسعار الفنادق، وسننشر ما يستجد لدينا من معلومات حول أفضل الفنادق ومنتجعات بورصة. 3. مطاعم بورصة. مطعم بكر أوستا، مطعم إسكندر كباب، مطعم حياة بورصة، مطعم بياز كايالار. في الوصف سنكتب ما يستجد لدينا من معلومات حول المطاعم وأسعارها. 4. كم تبعد بورصة عن إسطنبول؟ تبلغ المسافة بين إسطنبول وبورصة 155 كيلومتر تقريباً، وتستغرق بالسيارة ساعتين ونصف تقريباً، أو يمكنك القيام برحلة من ميناء كاباتاش إلى بورصة في رحلة تستغرق ساعتين. 3. نصائح هامة قبل السفر إلى دولة تركيا بورصة. تجنب المطاعم في الأماكن السياحية الشهيرة لأن تكلفتها تكون مرتفعة جداً. يجب شراء كرت المواصلات بمجرد وصولكم تركيا، فهو أوفر من الدفع في كل مرة تستقل فيها المواصلات العامة. عليك بالقيام برحلاتك في تركيا مبكراً لأن معظم الأسواق والأماكن السياحية تغلق مبكراً. لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد.